طيب، مرحبا، على كيفك. هلا بدنا نحكي بحول البروجكتيل، بس قبل لازم شوي نتمرن على كيف نعمل بروجكسيون، وكيف نحول ريلاسيون فيكتوريال لريلاسيون اقدر استفيد منها، اعرف ارقام او اعرف اجوبة. أعطيك شوية مثال. مثلا لنقول دوزيام الوضع نيوتن قال لي سوم دي فورس ايجال ام ا. طيب، حافترض انه الفورسات هن اف ا و اف دو و اف ثرو ايجال ام ا. رح افترض هلا بكفي بالفيديو التاني.